بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مع أم تسنيم. اليوم إن شاء الله راحين نشوفوا وصفة للكباب العاصمي. أنا راح ندير لكم بالطريقة اللي تعلمتها على أمي ربي يحفظها، يعني مانيش راح نقص منها ومانيش راح نضيف حتى إضافات بإذن الله. وشين راحين نحتاجوا في مقادير الوصفة؟ أول حاجة راح نديروه بالدجاج، هو تقدروا ديروه باللحم ولكن بالدجاج يكون أبن. إذا عندي لهنا قطعة من الدجاج، أنا خديت الفخذ كاملا، عندي معاه هنا شوية زيت، حطيت زيت. عندي بالنسبة للتوابل عندي لهنا الملعقة تاع زبدة راح نقلي بها أيضا، عندي الملح لهنا كمية قليلة من الملح لأني راح ندير الفخيت وراح نملحو باه يجيني بنين. على هذه الملح لهنا أنا خديت نصف ملعقة صغيرة، ومن بعد نجي نذوق الصوص ونشوف بعد ما نحط الفريت معها. عندي لهنا الفلفل الاسود، شويه قرفه، وعندي سنتين من الثوم او فصين من الثوم مرحيين. عندي لهنا بصله هاي لك مقطعه، عندي لهنا المعدنوس قطعت كميه، وعندي لهنا الحمص، الحمص تاعي منقوع من قبل ومخبي، نخدموه به مباشرة. راح نحط أنا كل شيء يتقلى مع بعضه. بسم الله هاملك، الزبدة، نحط البصل، المعدنوس نحط شويه ونخلي شويه للتزيين، ونحط الحميصه، وراح نديهم نقليهم على نار قليله هكذا راح نديهم نحطهم يتقلاو ان شاء الله ونرجع لكم. اذا هنا هايلك بعد ما تقلات لي ديت نفصل هذاك الزبل، دوك نمرقو كمية من الماء. بسم الله، زيد غطانا الدجاج هذاك هكذا باه الحمص يطيب. راح نغلق عليها، نغطي عليها ونخليها حتى نشوف بلي نشفت والحمص هذاك طاب والدجاج طاب، ومن بعد نشوفوا التكمله. اذا من جهه اخرى انا عندي لهنا البطاطا كنت قطعتها هكذا بطريقه هذه، ولكن يكون شويه خشان هكذا باه يجيو شويه حكمين رواحتهم وما يطيحوش. انا دوك نملحهم ونقليهم، ودائما نحذركم على الملح، ديروا يعني وديروا عباركم لاصوص هكذا باه طيحوا اكزاكت. اذا هنايا هاي لك المرق بعد ما نشف وطاب لي كل شيء، راح نضيف هذيك البطاطا اللي كنت قليتها. انا من جهه اخرى نحيت هذيك القطعه تاع الدجاج وراني نقلي فيها وحدها. اذا هكذا بعد ما حطيت هذيك الكميه تاع البطاطا، عندي لهنا البيض مع شويه تاع معدنوس. لهنا البيض حطوا الكميه اللي حبيتو، انا ما نحبوش يكون يبان بزاف هكذا. بهذه الطريقه ونطفي عليه في الغلية هذه بعد هكذا، ونقدمه مع الدجاج. اذا الكباب تاعي هاولك بعد ما كنت حمرت طرف تاع الدجاج، لهنا درت حبيبات تاع بطاطا على شكل قلوب هكذا غير الديكور، فقط زينته بشويه معدنوس، وهذا هو
للوصفة الأصلية. نتمنى بإذن الله تنال إعجابكم وتجربوها بإذن الله. للناس اللي ما يعرفوش يعني متكدا يعني الجزائر كل راهي دير الطبق هذا خاصة في شهر رمضان. احنا بعدا يعني ما تخدموه ما عندنا نحكي لكم وصفة مفضلة عندها. نتمنى ان شاء الله نكون فيدتكم في وصفتي اليوم. ما تنساوش الاخوات اللي مش مشتركين في قناتي تدعموني بالاشتراك وتضغطوا على زر الاشتراك في الايقونة الحمراء الموجودة اسفل الفيديو مع تشغيل الجرس ليصلكم كل جديد مني إن شاء الله. وما يسعني الآن إلا أن أقول لكم دمتم أوفياء والسلام عليكم.